كل يوم أنا أختبر من قبل الحياة. إذا ما زلت تحاول، إذا ما زلت تتوجه للأمام، تأكد أنك سوف تنجح. وسوف أستمر حتى أنجح. لن أستسلم للهزيمة، ولن أسمح للفشل أن ينتشر في عروقي. أنا لست خروفا ينتظر توجيهات من الراعي، أنا أسد والعظمة في انتظاري. ما هو المستحيل؟ لا شيء. المستحيل لا شيء. أي شيء ممكن. نحن نرى الناس يأتون من لا شيء كل يوم. نحن نرى الناس يبدأون من لا شيء في جيوبهم، ولكن قبل موتهم ملكوا العالم بأسره، لأنهم تمكنوا من تحقيق ما كانوا يريدونه. إذا كان شخص آخر قد حقق ذلك من قبل، فيمكنك أنت أيضا. وأنا أضمن لك، كل ما تسعى إليه سيكون هناك شخص ما حقق ذلك في مكان ما على هذا الكوكب الكبير. ابحث عن قصته وجسمها وحسنها. لا يهم لون بشرتك، لا يهم المكان الذي ولدت فيه، لا يهم أصلك أو فصلك. الشيء الوحيد الذي يهم هو أنت وما تعتقد بأنه ممكن. ويجب أن يكون جوابك هو كل شيء ممكن. نعم، يجب أن تؤمن بأن كل شيء ممكن. إذا كنت من النوع الذي يقول لا، هذا غير ممكن، هذا سيكون أيضا واقعك. إذا كنت تؤمن أن هناك حدود لما يمكنك تحقيقه، تعتمد على الأعذار التي تقدمها لنفسك دائما، مثل فرصك المحدودة، مكان عيشك، قلة مالك. حسنا، كل هذه الحدود التي رسمتها ستصبح واقعك الذي تعيشه، لأنك لا تريد حتى المحاولة وتجربة أشياء خارج حدود عقلك. الوحيد الذي يرى كل شيء ممكن سيجرب أي شيء، سيحاول أن يكون عظيما، سيخاطر بكل شيء ليكون أي شيء إلا أن يكون مثل معظم الناس. وحتى لو لم يتمكن من تحقيق هدفه، سيكون متقدما بفارق كبير عن ذلك الذي لم يحاول أبدا. عندما تؤمن بنفسك ستجد أن كل شيء ممكن. قد ارتقى الكثير منا من لا شيء إلى شيء. فمارك مؤسس فيسبوك الذي بدأ من الصفر وآمن بأن كل شيء ممكن، حقق ما تعتبره أنت غير ممكن. ستيف جوبز مؤسس شركة أبل، والذي ربما تشاهد هذا الفيديو على جهاز من شركته، لم يحقق كل هذا إن لم يكن يؤمن بأن كل شيء ممكن. من فاقد للأمل إلى عظيم، من فقير إلى صاحب ثروة، من فاشل إلى ناجح. إذا أمكنهم فعل ذلك يمكنك أنت أيضا، ولكن فقط إن كنت تؤمن بأن كل شيء ممكن. لذا ابدأ الآن وحطم كل الحدود التي رسمتها لنفسك. ضع خطة ونفذها. عندما تعاني من النكسات والإخفاقات، استمر وتعلم الدروس. أي أحد يبحث عن العظمة سيشهد انتكاسات، لذلك يجب أن تستمر. اصنع خطة أفضل وأقوى، وحاول مرة أخرى وأخرى، لأن كل شيء ممكن. غير تلك الصورة القبيحة التي تراها عن نفسك. كيف تجرؤ على أن تقول لنفسك أن الظروف لم تساعدك؟ عندما ولدت، ولدت معك فرصة. ابحث عنها وانقض عليها. ترى أنت قلق حول الأشياء التي لم تكن لديك. لا تبني حياتك عن ما يقوله الناس عنك. اعتز بالأشياء التي يراها الناس صغيرة لكنها كبيرة في قلبك، وتأكد من أنك ستشاهد العظمة تخلق، لأنه ببساطة أي شيء ممكن. إلى هنا أشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة. ما هو حلمك الذي كنت تعتبره مستحيلا؟ هذا كان سؤال هذا المقطع. أجبنا أو أجبين في التعليقات أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. جميع الروابط تجدونها أسفل الفيديو في صندوق الوصف. شكرا لكم.